كنبقاو ناخذ المكونات ديالنا وكنحركوهم على النار مهيله حتى كيتجانسوا لينا مع بعضياتهم، وكتذوب لينا هذيك الفازلين باش تعطينا نتيجه ان شاء الله رائعه. تابعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله غادي يعجبكم المكونات ويعجبكم نتيجه الفيديو. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ هاني وكلشي بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وفرحانين وناشطين واموركم بخير. 5-5 كي درتو مع الصيام، فين وصلتو في الجهاد في العباده؟ اموركم بخير وعلى خير. يعني ديما المقدمه كنبغي نسول فيكم، ما تنبغيش ديريكت نجي للموضوع، كنبغي نسول فيكم ونعرفكم واش بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد، فيديو اللي غادي نشارك معكم تجربتي في كيفاش درت حتى طولت الشعر ديالي انا وبنتي، رغم انني دايره الفولار وكلشي ما كنخليش شعري قصير. يعني الحمد لله كان قصير، يعني كنت رده هكا ودابا طوال ليا بواحد الوتيره لا انا لا بنتي. وغادي نوريكم الصور كي كان شعر بنتي وكي ولا علاش كنت قصيته لها هكاك باش تعرفوا. كانت جاتها بوشويكه، الله ينجيني ونجي وليداتكم، كانت جاتها بوشويكه للراس وعمر لها راسها بزاف، وتضطرينا اننا نقصوا لها ديك القصه. وفاش قصينا لها ديك القصه هي بحال مرضت نفسيا، ما بغاتش هذيك القصه، قالت لي لا وانا برنسيس وما بغيتش نبقى كي الولد وداكشي، وما عرفتش اشنو ندير. بقيت تنسول هنا وتنسول هنا وتنسول هنا، حتى واحد السيده الله يجازيها بخير هي اللي عطاتني هاد الوصفه، وصراحه شكرا لها بزاف. من هنا لك كتشوفني شكرا لك بزاف، حيتاش كتعطي نتيجه شي حاجه اكثر من واعره، خطيره بزاف، واستعملتها ليا والبنتي جربتها في بنتي هي الاول. وفاش عطاتني انها تصوري نبتات الشعر من الجدر ورطباته، يعني هي عندها واحد، يعني هي كتستافد منها على جوج جوايع، يعني بحال قلتي جوج في واحد، كترطب الشعر وكتنبت الشعر يعني من الجدر ديالو. المهم قبل ما نكثر عليكم في الهضره غنمشيو ديريكت تشوفوا الوصفه، ولكن قبل لاول مره كيشوف لاخشين ديالي مرحبا والف مرحبا، تنضم للعائله ديالي. وشكرا لكم على تشجيعاتكم وعلى لي كومونتير ديالكم، بلا ما نطول عليكم في لا فيديو، يلا نمشيو مع الوصفه. بالنسبه لهنايا جيت نوريكم القصه تاع مروه الشعير ديالها كي كان، هي نتيجه الوصفه والوصفات اللي كندير ليها الحمد لله وبطول لها كيف ما تشوفوا فرحانه. يلا على بركه الله. بالنسبه للوصفه كنحتاجو جوج المكونين ساهلين ماهلين موجودين في اي بيت، خصنا نحيدو هي شويه العكز ونهتمو بريوسنا وبوليداتنا. المهم المكون الرئيسي هو فازلين. بالنسبه للفازلين يكون فازلين دوريجين، ما يكونش فازلين هذاك ديال اللي تيكون في الكرار تاع 5 دراهم وداكشي، لا يكون فازلين دوريجين، يا من عند مول ماكياج شي واحد نيت كيجيب داكشي مزيان، ولا من باغا فارماسي. وبالنسبه للبصله، البصله الحمراء كيف قلت لكم، بالنسبه للبصله، البصله الحمراء ماشي البصله هذيك تتكون بيضاء، ماشي المهم الحمراء، حيتاش الحمراء هي اللي تتكون حاره وكتلق لينا وكتعطي المفعول. بالنسبه للفوائد البصله، البصله مهمه بزاف للراس، لفروه الراس، الحكه اللي تتكون فيك، الحكه اللي تتكون فيك القشره، بالنسبه لتساقط الشعر. يعني فوائد البصله للشعر، لهلاي كي تنقولوا لهلاي فيق بها غشمه، مفيده للشعر، ما خصها ما تخطاكمش. كنحضر هي اللي كيطيح ليه الطونسيون، حيتاش كاين نوع من الناس اللي كيطيح لهم لا طونسيون بالبصله، يعني الا استعملوا البصله ولا شي حاجه كيطيح لهم الطونسيون. هادو كان يعني بلا ما يحتاج، بلا ما يستعملوا هاد الوصفه، حيتاش مهمه البصله في هاد الوصفه تدار هي وفازلين، ما يمكنش تدار هي فازلين بوحدها. المهم بالمكونات بجوج كيعطيو التفاعل مع بعضياتهم باش يعطيونا نتيجه رائعه. كي قلت لكم جوج في واحد، يعني تترطب لينا وكتزيد لينا من الشعر، يعني كتحد من تساقط الشعر، وواحد الوتيره كتشوفي شعرك كيطوال، يعني في اسبوع كتلاحظي واحد الملاحظه بزاف بزاف، وغادي ترحميني وشي دعوات الخير. صافي كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما طحناها كيف ما شفتوا، غادي ناخذوا الصفايه اللي تتكون عويناتها صغار، انا كانت عندي هذه صغيره، كاينه اللي تتكون كبر منها استعمليها، المهم تكون عويناتها صغار باش هذاك التفرتيت ديال البصله ما يدرش لينا، يدير لينا الماء بوحدو. المهم غادي نبقى هكا بشويه بشويه حتى نهبط الماء ديالها، والماء تيكون حمر حيتاش قلت لكم البصله الحمراء، المهم الماء ديالها تيكون حمر، يعني تتبقاي بشويه وعندك هذاك التفرتيت ديالها ولا داك التخت ديال البصله يدير لينا مع الوصفه الا الماء بوحديتو. صافي كنبقاو هكا يعني بشويه بشويه، يعني تيقول لك اللي بغى العسل تيصبر القريص النحل، المهم تتبقاي بشويه بشويه حتى كتصفي هي الماء ديال البصله كيف ما شفتوا معايا. صافي يعني بشويه بشويه تشدي مع الخاطر وتبقاي تتصفي هي ديك الميه، و
وداك التخت يعني كترميه، ما عندك كيما ديري به. كيف ما شفتوا معايا لما طلب صلاها هو احمر، يعني انا درت بصيله وحده. صافي من بعد تناخذوا كاسرون ديالنا، يعني تنديروا كي الشكل تاع بماغي، كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها شويه الماء، كناخذوا الطبسيل ديالنا اللي غادي يستحمل لينا الحراره، كناخذوا فازلين كنديروا الجهد اللي غادي نستعمله، وغادي نكبوا عليها داك المطلب صلا، وغادي نردوهم على النار يعني النار مهيله، وغادي نبقاو تندوبوا هذيك فازلين مع الماء ديال البصله باش يتجانسوا بعضياتهم ويتفاعلوا بعضياتهم ويولي لنا يعني ماء واحد، ما تبقاش هذيك فازلين يعني جامده، وكي شفتوها فازلين كتكون شويه معقده وشويه مجموعه، يعني غادي تذوب لينا كيف ما غادي تشوفوا كتذوب لينا مع الماء تاع البصله باش تعطينا مفعول واحد. كيف ما شفتوا معايا صافي درتها في النار وبقيت مع التحريك، يعني تنحركوا هادي كندوبوا فازلين مع الماء البصله اللي شفتوا اللون ديالو كي قلت لكم خصو يكون احمر، صافي كنبقاو على هكا حتى كيتجانس وكيدوب لينا. صافي وهي فازلين كتذوب لينا يعني ما حد الماء تيغلى، وصافي وكيتعطي المفعول انها كتذوب لينا فازلين. صافي حنا حتى تولي لينا نبقاو هكا حتى تولي لنا دايبه، يعني كتحسوا بها ما بقاتش ثقيله هذيك فازلين، يعني بقى انتما كيف ما تشوفوا تيولي ما واحد سائل. صافي من بعد ما شفتوا معايا صافي دابت لينا فازلين وسط داك الماء البصله، صافي غادي نخليوها هكا يعني حتى تبرد لينا، يعني الوصفه ما غاديش نديرها اليوم، غادي نخليها تبرد دابا وغادي نديرها في قرعه اللي تكون ديال الزاج ما تكونش تاع الميكا، يعني تكون الزاج وتكون تتغطى وتخليوها في الثلاجه تبات يعني المده تاع النهار كامل، يعني الا درتيها في الصباح يعني ممكن الليل تغسلي بها، ولكن الا درتيها بالليل يعني خليها حتى الصباح باش تعطي النتيجه، وكتلق فازلين مع البصله وتعطي وتاكدي وديري نيتك وان شاء الله يا ربي غتشوفي شعرك كي غادي يكثر. ما كندير لكم شي حاجه وكنتعدى في الوصفه هكاك، وانما النتيجه. مشتو معايا هذيك هي الوصفه وهذيك هي طريقه الاستعمال، كي قلت لكم يعني بيتوها حتى الغد ليه، يعني تبات في الثلاجه حتى الغد ليه، يعني استعملوها وان شاء الله ردوا عليا الخبر الشعر ديالكم كي غادي يكثر وكي غادي يرطب. شكرا لكم على حسن المتابعه، وكنحماق عليكم بزاف بزاف، ما تنساونيش بلي لايك باش تشجعوني نحط لكم فيديوهات اللي من القلب واللي بتجربتي الشخصيه واللي كتستافدوا منهم. بسلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.